تعالوا بقى نعمل كاسادية بالجبنة والعنب، عيش تورتيه اللي هو العيش المكسيكي، تقدروا تستبدلوه بعيش لبناني اللي هو ده، او عيش صاج اللي هو العيش السوري. جبنة فتة، عنب، بصل اخضر مفروم ناعم، زبدة، وزي ما قلت لكم كده احنا زودنا جوز هند، لا مش جوز هند خالص، عين جمل مجروش ناعم، وزودنا جبنة ريكفورد او البلو تشيز او كده، وده طبعا اختياري لان مش كل الناس بتحبها، بس هي مع العنب وعين الجمل يعني التلاته مع بعض بيعملوا ميكس لطيف جدا. اول حاجه حطينا الجريل على النار وهنحط واحده زبده، والجريل كده ايه لسه ما سخنتش قوي زياده عن اللزوم عشان الزبده ما تتحرقش. وبعدين هنجيب هنا العيش التورتيه او العيش المكسيكي، وهشتغل على نص الرغيف عشان التاني زي ما قلت لكم هجيبه عليه، هقفله عليه. هحط الجبنه الريكفورد، هحط الجبنه الفته او ال اسمها ايه دي، كريم تشيز، اي حاجه لبنه تنفع تبقى لطيفه قوي، اي حاجه انتوا عايزينها. بصل اخضر مفروم، عين جمل مفروم ناعم، وبعدين هحط العنب لون واحد لونين اللي متوفر عندكم، وهحط رشة فلفل اسود ومش هحط ملح لان عندي جبن. وبعدين هقوم قافله الرغيف كده وهاخده واحطه على الجريل اللي عليها الزبدة يا سارة. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نيجي نقلب بقى نخلي بالنا ليه، لانه مش عايزة الحاجة اللي جوه الساندوتش تقع منه. ونسيب برضو دي كده كنوع من انواع التقيلة على الساندوتش، وما بياخدش زي ما انتم شايفين دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده. ما عنديش جريل، ينفع طاسة عادية خالص مفيش اي مشكلة، ينفع في الفرن وبيبقى مقرمش بقى ولطيف قوي وميكس كده طعم من الحاجات الحادقة على الحاجة الحلوة، وبيبقى لطيف جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل اخر واحد، بحطهم هنا عشان يهدوا شوية وبعدين ننقلهم على الطبق. نحط كده الكاسادية، عادة بتتقدم مع الجواكامولي اللي هو دي بتاعت الشيف لما وقعت كده، هي بتاعت اللي بيطبخ معروفة، اللي هو الافوكادو، ويتهرس مع شوية ملح وفلفل وكمون وعصير ليمون، وياخد ممكن طماطماية وبصلاية حمراء متقطعة رفيع، كزبرة، او شوية من الساور كريم او الكريمه الحامضه كده، ينفع وكده ينفع براحتكم.